طبعا المغرب كله بلدي وكله أنا أنتمي للمغرب وبلدي المغرب، بس مكناس مسقط رأسي أثرت في حياتي، طبيعتها تاريخها ناسها طبعاً شكلت شخصيتي، شكلت مبادئي، شكلت حياتي، فهي الأساس الأول إني انطلقت للحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لي. حصل إني بعد ولادتي يمكن بشهرين أو ما بعرف يعني تقريباً يعني جتني حمى، هذه الحمى تيجي للأطفال وهم صغار فتسبب ياها بعد كده يا لا سمح الله موت يعني، بس أنا سببت لها إيش؟ إنه جاني استجماتيزم في عيني، يعني صار في حول. فالحول ده برضو له قصة حلوة ووحشة في حياتي ما يعني. فالمهم إنه الحمد لله خرجت بحول في عيني، يعني ولدت يعني طبيعية، عيوني كانوا طبيعيين ما فيهم حاجة. المهم أنا عانيت من الموضوع ده طبعاً في طفولتي، كنت تقريباً لما أزعل مثلاً أو أتعصب أو حاجة تروح عيني اليسار تقريباً ما يبقى منها إلا شوية، فكانت أمي توديني الدكتور تجيبني يقول يبغالها مثلاً تحط نظارة على طول لغاية ما تكبر شوية ممكن بالعملية يروح الموضوع ده. ففعلاً عانيت منه في طفولتي، تعرف احنا اطفال نقعد نلعب نختلف مع بعض، نشيل لبعض لعب ما ادري ايش، ايش بيقولوا لي عشان يعني يستفزوني او يزعلوني زياده او كذا، يقولي روحي انت يا حوله مثلا حاجه زي كده. انا انقهر واتعب وقاعده طالع فيهم اقول يا ربي ليش انا من عيوني زي كذا، واروح عند امي تقول لي انت لسه صغيره ما اقدر نعمل لك عمليه ولا نعمل لك اي شيء، لما تكبري يكبر نموك شويه الدكتور يقول مو دحين يعني على 14 12 سنه 14 كده ممكن تعمل العمليه. ففعلا الوقت ده انا عملت العمليه، يعني هي اول عمليه كانت الحمد لله تمام، بس جات بعدها عمليه ثانيه ويعني شبه ما. فكان هي دي الموضوع اني البس النظاره، ده السبب اني حتى لما عملت العملية قالوا لي شيليها، قلت لا ما هشيل النظارة، اني اصبحت جزء من شخصيتي النظارة دي، يعني تشكلني انا. يعني هي في الاول كانت زي ساتر بيني وبين العاهة، اني يعني انا كنت افتكر انها بتغطي شيء منها او انها على يعني انها بتحسن يعني من وضع عيني، لانه لما البس النظارة بتتزبط عيوني، لما اشيلها لا كانت تختلف الوضع شوية. فالحمد لله هي دي قصة إني ألبس النظارة.